كيفاش؟ عركة اللوبيات داخل الكاف ستكون فاصلة في العقوبات. قبل العقوبات أنت وشنو موجود في الملف؟ ساعة ساعة لو ما تمشيش للتصريح بالحكم، شوف الملف شنو فيه تفهم التصريح بالحكم. خلينا نمشي نشوف حمزة طياشي موجود في كوروغو، وش عنده من ملفات ساخنة في الكوت ديفوار. حمزة طياشي مراسل قناة حنا بعل وأكسجين أف إم. مرحبا حمزة، أهلا وسهلا، سهرناك معنا وخليناك واقف شوية تستنى. تفضل حمزة. مساء النور خالد، تحية ليك، تحية لكل المشاهدين على قناة حنا بعل ومستمعين على أكسجين. مساء الشعب الكل مكتوب يا خالد، مفيد منتخبنا يفرحنا، منتخبنا ينورنا، يخلينا فرحانين، مش كيما الغسرة اللي قاعدين يعيشوا فيها توا الأشقاء المصريين. أنا أعطيك على المباشر بالطبيعة خالد، وإحنا نتابعوا في مباراة المنتخب المصري سيناريو مجنون، سواء مباراة مصر الكافير وإلا الموزمبيق غانا. نهاية منذ قليل مباراة غانا الموزمبيق، غانا كانت رابحة 2-0، ترجع عليها موزمبيق في 90+1 و 90+4، ترجع عليها 2-2 وتقصيها من كأس أمم أفريقيا مبدئيا بزوز نقاط الأكثرية بشكون خارج المسابقة. المنتخب الغاني منتخب مصري كان متعادل 1-1 ويقلب المباراة 2-1 في آخر المباراة دقيقة 90+2، لكن توا دقيقة 90+6 منتخب كافيري عدل النتيجة 2-2، لكن يقعد منتخب مصري في المركز الثاني بسيط 3 نقاط. على ضوء النتائج اللي عندنا اليوم خالد، فنعطيك المعطى والمعلومة والحسابات. رسميا ينتصر المنتخب الوطني التونسي يلقى حب الدورة الثمن النهائي بنسبة 100% بعد نتائج اليوم، لأن المنتخب كوت ديفوار بعد هزيمته اليوم المثلى يلقى روحه في المركز الثالث برصيد 3 نقاط. منتخب الغاني بعد تعادل اليوم يلقى روحه في المركز الثالث برصيد 2 نقاط، 3 نقاط الكوت ديفوار ونقطتين الغانا، مازالوا 4 في رقم باش يتنافسوا 4 مجموعات، دونك الأربعة هذوك باش يكونوا عندهم أفضلية يعني على البقية. المنتخب التونسي يا حمزة في المنتخب التونسي في حال الانتصار يترشح كأحسن ثالث أقل شيء. أقل شيء يكون كأحسن ثالث، وإلا تنهزم ناميبيا مع مالي فإنه يترشح في المركز الثاني. لكن اليوم رسميا بعد مباراة المجموعة الأولى والثانية بعد جولتهم الأخيرة جولة الثالثة رسميا انتصار تونس يساوي الترشح. بعد نحكي على المرتبة بينزل خالص. واضح جدا حمزة، الأكيد أحداث عنف صارت في أبيجان وكانت الصور موجودة عندك تنبثوا على شاشة قناة حنا بعل. شنو صار بعد مباراة الكوت ديفوار وغينا الاستوائية والهزيمة المذلة للمنتخب الإيفواري اليوم برباعية كاملة؟ بالضبط الأجواء متوترة جدا لنا في العاصمة الإيفوارية أبيجان خالد. صور عند الزملاء إن شاء الله تشوفوها معنا في المباشر، وصور وفيديوهات حصرية لقناة حنا بعل وراديو أكسجين حصلنا عليهم بتشوفوهم معنا. شوفوا طريقة مغادرة لاعبي الكوت ديفوار لملعب الحسن الوترا في العاصمة أبيجان، كانوا تحت صافرات الاستيجان ضربوهم بكل أنواع المقذوفات، كان سخط كبير من جماهير للميدان وحبوا يعملوا حتى عملية انفايسمون تيران، لكن تم منحهم من اللجنة المنظمة للكاف. ما توقفش لنا العملية، بتشوفوا معايا والفيديوهات نشوفوهم على الشاشة خالد. الحفلة الفيديوهات معاك انت تتكلم حمزة وموجودين الفيديوهات موجودين معانا وانت تتكلم. أكيد تم غلق الطرقات خالد في العاصمة الإيفوارية أبيجان، سكروا كياس، حرقوا العجلات المطاطية، اللوح، حرقوا برشا حاجات، يعني مناوشات كبيرة مع قوات الأمنية. اللجنة المنظمة في الكاف لانسيت تويكا أبيل الحذر ولا نداء حذر للناس الكل، لأنه الجماهير الإيفوارية والشعب الإيفواري الغاضب يحب يقتحم مقر إقامة لاعبي الكوت ديفوار في اللحظات هذيا، والأمن قاعد يقاوم فيهم ويمنع فيهم. الصور قاعدين نشوفوا فيهم قدامكم على الشاشة خالد، حالة توتر كبيرة برشا. نداء حذر لانسيتو لجنة منظمة للكاف والسلطات الأمنية في الكوت ديفوار، ولانسيت حتى للناس اللي موجودين الناس الضيوف معناتها الكوت ديفوار أنهم يلزموا الحذر، أنهم يكسروا روحهم في تنقلاتهم، واللي ما لاقوا الواحد يشد يعني المكان اللي هو موجود فيه ولا يشد مقر إقامته حفاظا على سلامتهم. الوضع متوتر جدا في الكوت ديفوار في أبيجان تحديدا وين يلعب المنتخب الإيفواري وين مقر إقامته خالد. لحد الان الايفواريين مش متاكدين اسكو باش يترشحوا ولا لا، وحتى كان باش يترشحوا راه باش يلقاو مرسو كبير، والاقرب باش يكون المنتخب السنغالي باش يكون مواجهه صعيبه عليهم، ويعرفوا باش تكون مواجهه صعيبه عليهم. اون بليس يغادروا الملعب نتاعهم ملعب الحسن وترا في ابيجان باش يمشيو يلعبوا في مدينه اخرى، وهذه ما تراهيش ديما خاصه من اللجنه المنظمه. فما رمزيه كي يفقد الملعب الرئيسي نتاعو ملعب العاصمه ويلقى روحه يتنقل لمدينه، دونك هذا هو اللي خلى اليوم الغضب الكبير يراو عليه. وزيد معناتها هزيمة مذلة، 4 أهداف كاملة مذلة صراحة. الفريق يعتبر نوعا ما مغمور
منتخبين اسيويه، ولو انه العويم الاخر قدم فيه اداء كبير وكان تعبنا احنا في تصفيه كاس العالم في غيره من المقابلات اللي كنا واجهناه فيها خالد، وهذا اللي يفسر الغضب الكبير للشعب الايفواري حاليا. على كل ملازمه الحذر واجبه، هذا اللي تقوله اللجنه المنظمه للكاف، وتوصي الناس الكل باش يسيسوا رواحهم حتى واجب في ابي جو او في كل المدن اللي تستقبل الكاس الافريقي يا حمزه. الحذر مطلوب في أبيجان فقط فيما يقيم المنتخب الإيفواري أو في كوروغو في سان بيدرو في كل المناطق؟ حقيقة في كوروغو الأمور طيبة، يعني أنا توا عمل دورة في المدينة منذ قليل، ما فما حد شيء، الأجواء طيبة، فما حالة غضب استياء من الشعب الإيفواري، لكن ما فماش حاجة كبيرة برشا، حالة الغضب كلها في العاصمة أبيجان، ويحبوا يتنقلوا لمقر إقامة اللاعبين نتاعهم في العاصمة أبيجان. هذه غادي وين صايرة الإشكاليات في شوارع أبيجان خالد، لكن بالنسبه لبقيه المدن ما نجمش نحكم على البقيه، لكن نتصور لا. ولهنا في كوروغو الشعب طيب جدا الحق، لهنا الناس استقبالنا كان رائع من الاول، وكانوا فرحوا بينا برشا، وحتى حكيت معهم تويكا يقول لك ما كناش على اوتور، ما كناش في المستوى، حاسين انهم تخذلوا من الملعبيه نتاعهم لانهم بلد مستضيف، يقول لك اقل حاجه نوصلوا للدومي فينال، نشرفوا بلادنا، نشرفوا ناسيون كبيره اسمها الكوت ديفوار. اليوم لاحظتوا معايا رده فعل المدرب من الهدف الاول نتاع الكوت ديفوار، كيفاش شد راسه وكيفاش ترجع، ما كانش يتصور السيناريو هذايا، هزيمه حقيقه ما كانش متوقع، لكن نحب نقول شابو بار منتخب غينيا السيوائيه على ذلك الكبير نتاعو خالد. اذا كان نحب لونشيني خالد، اذا كان اليوم الشعب الايفواري مستاء من اداء الملاعبيه نتاعو، غاضب على اداء الملاعبيه نتاعو، فانه الشعب التونسي متخوف من اللي ينجم يصير في الكواليس. المنتخب الوطني لتونسي، شكون باش يكون حكم مباراتنا ضد جنوب افريقيا؟ شكون باش يكون الحكم اللي باش يدير مباراتنا ضد جنوب افريقيا؟ ما نحبش نحط الضغط على الملاعبيه، اكيد جدا الناس قاعدين يحضروا اجواء عال العال في حظيره المنتخب، قاعدين نعملوا في بريباراسيون مهمه لمباراه جنوب افريقيا، بعض التغييرات باش تكون في التشكيله منتظره، اولها سيف الدين الجزيري يمكن باش يقوم مكانه اساسي، هو غدا باش يكون حاضر في الندوه الصحفيه مع الكوتش جلال القادري ابارتير من نص النهار غير بعد، لان توقيت كوروغو توقيت يعني الكوت ديفوار مصر غير بوق توقيت تونس، يكون سيف الدين الجزيري مع الكوت جلال القادري، هذا اللي اكد انه سيف يكون تيتولير، يكون هو راس حربه المنتخب في مباراه جنوب افريقيا. بقيه التغييرات ان شاء الله غدا على ضوء الحصه التدريبيه نمدوكم بها، لكن التخوف من الحكام شكون باش يكونوا، كيف باش يكون التحكيم خالد مع اليسار الكل هنا في مدينه كوروغو، مازال نفس الكلام يختار مخرج المباراه جنوب افريقي، رئيس الكاف جنوب افريقي، الحكام في تعاملهم معنا. باش نرجع معك بسرعه المباراه مالي، ما نحبش نطول فيها برشا خالد، فانه الحكم دانيال لاريا اللي زفرنا المباراه هو حكم فار، معناتها من المفروض يعرف انه فما بروتوكول في الفار في لقطه الهدف، وكان اتصلوا بها برشا حكام من تونس وخارج تونس باش تناقشنا حتى في اليسار، يعني يقول لك من المفروض يستنى الحكمه الروانديه السليمه حتى تعمل التشيك نتاعها، وهو يعرف دانيال لاريا انه في كل لقطه فيها ليتيش فما تشيك يصير، وانه الحكم نتاع الفار يوقف الحكم سنترال ما يعملش ريبريز دو جو حتى هو يعمل تشيك، لان دانيال لاريا فيسع رجع اللعب سوء نية بحسن نية الله اعلم، لكنه في سح رجع اللعب ما خلاش الحكم الرواندية السليمه تعمل التشيك نتاعها، لان فما زوج قراءات خالد، يا اما سليمه قالت له العب ما فما حد شيء، يا اما هو رجع اللعب وما استناش سليمه حتى تعمل التشيك في غرفه الفار، وهذو من القراءات الممكنه لهنا. كيف كيف حكم المخرج المباراه اللي ما عاودناش اللقطه في المباشر، اذا كان الحكام ما عملوش التشيك نتاعهم يجموا هما يقولوا له مغير ما تعودها باش ما تورطناش، نحكي على لعبه الكواليس، نعرف شنو يجم يكون صار في كابينه الفار يا خالد، لانه ماهوش عادي اللي صار بتاتا، لا الحكم دانيال لاريا استنى حكمه الفار تعمل التشيك نتاعها، لا هي طلبت منه باش يستنى حتى هي تعمل التشيك وتثبت في عقلها، لا المخرج نتاع المباراه عاود لنا اللقطه، الكل غريب اللي صار، وهكا تراو نتابعوا في كوب افريك، ربع اللقطه فيها ليتيش اللعبه تقف والناس الكل تستنى، شوف الكوت ديفوار قد من مره رجعنا الفار اليوم، شوف في مصر قداش من مره رجعنا الفار، غريب جدا اللي صار في مباراه تونس، على كل في وسط هذا الكل والقماضه هذيا كلها خالد ما نحبوش كالعاده الناس الكل كما قال دور الضحيه، لا ماناش في دور الضحيه، ان شاء الله ننتصروا ونترشحوا وملمسيه حد، لكن الحذر واجب. فما نقطه اخرى مهمه برشا خالد، فما برشا ناس اصلا اتصلت بيا وقالت لي لما لا الجامعه التونسيه في عقده التظلم اللي عملته بركه تطلب التسجيل داخل غرفه الفار، لانه خالد كما نعرفوا الناس الكل كل شيء يسجل في غرفه الفار، من حق الجامعه التونسيه تطلب حقها، حمزة التسجيل. نسمع فيك خالد، من حق الجامعه التونسيه تطلب حقها، هل انها طلبت انها تاخذ تسجيلات الفار الجامعه ولا لا؟ هذا السؤال المهم. الحق ما عنديش المعلومه، لكن المؤكد لونشيني بكلام الاستاذ واصف الجايلي قال باش نتظلموا وباش نمشيو جوسكو بو، هذه هي جوسكو بو، لازمها تكون انه نطالبوا الكاف
بالتسجيل نتاع غرفة الفار واللي صار في لحظة الهدف ولهنا لقطة ضربة الجزاء اللي فيها شك ولهنا نفهم وقال شنو اللي صار ونفهم شنو الديسكسيون اللي صارت بين الحكم الغاني دانيال لاريا في الميدان والحكم الرواندية السليمة في غرفة الفار ومخرج المباراة الجنوب افريقي. سيرتينمون فما ديالوج صار لهنا نجمو نعرفوه في تسجيلات الفار اذا كان حتى تثبت حسنية الكاف وتمد لنا التسجيل هذايا ومهم جدا باش نعرفوا شنو صار. لكن نجمو هذا الكل نخليه على جنب، المفيد يكون فما عداله مباراه ضد جنوب افريقيا، يكون حكم مصر بلغه الكوره يعطينا حقنا خالد. ومره اخرى نعاود نذكر على ضوء زوج نتائج اللي تم تسجيلهم اليوم، الانتصار في مباراتنا رسميا في الدوره القادم، مرتبه ثالثه كان ناميبيا تعادلت وفوز ثالث، والا مرتبه ثانيه كان ناميبيا انهزمت. يعني كل الامور طيبه داخل حظيره المنتخب، فقط يوم ساخن في الكوت ديفوار اليوم والبارح، كذلك يوم ساخن في سان بيدرو بين المغرب وكذلك الكونغو. يبدو لي الكاس الافريقيه بدات تخرج عن اطار الروح الرياضيه. صوره مشوهه حمزه للقاره السمراء من خلال هذه الصور اللي عديناها على شاشه قناه حلبان. تفضل. كنت تحكي كنت نسمع فيكم منذ قليل على الكونغو والمغرب. خالد باش نسال معك بسرعه على الدي سي والمغرب، سمعنا تشانس مبا الكابتن نتاع المنتخب الكونغو كان مستاء برشا، قال انا عند ربي حقي باش نرجع عند ربي، وقال اسالوه هو تقول لكم وليد الركراكي شنو اللي قال لي وشنو الكلام اللي سوا بيه معايا، قال كل شيء عندي مسجل وباش نخرجوا في وقته، مانيش نتكلم تو باش نخرجوا في وقته. وليد الركراكي في الندوه الصحفيه كان تجنب ما حبش يجاوب جمله، وقال مشكله تم تضخيمها اكثر من اللازم، لكن تشانس مبا شد صحيح ويقول اللي صار الكل مسجل عندي وتنخرجوا في وقته. فما سيئة كبير في بعثة الكونغو الديمقراطية على اللي صار مع الكابيتان ديكيب نتاعهم تشانس مبامبا. بأكيد جدا خالد اللي هو حس ما يقولوا مشي الوليد الركراكي خاطر درشنو قال الوليد الركراكي هو جاوبه، قالوا انتوما يعني بالرشوه والمغرب بالرشوه بالمحسوبيه قاعدين تربحوا في المباريات نتاعكم، مماسات غريبه تعملوا فيهم في المغرب والجامعه المغربيه، وكذا الحوار اللي دار بيناتهم. لكن شنو قال وليد الركراكي؟ هذا ما يعرفوه كان هما الزوز، وهذا اللي قالوا تشانس مبامبا، قال كل شيء مسجل عندي وعندي الدليل، اما باش نتكلم في وقته مانيش باش نتكلم توا، عند ربي كل شيء. والاكيد حمزه من غير ما نضخموا الصوره، الصوره واضحه فيها تبادل عنف بين اللاعبين، من لاعبي منتخب المغرب من لاعبي منتخب الكونغو، ما ضخمناش الصوره نقولوا لوليد الركراكي، هذه هي الصوره التي نقلتها العدسات ونقلتها الهواتف الجوال، ما جبناش صور منعنا نحن، يعني صور العنف موجوده والاتهامات بالميز العنصري يبدو لي قالوا لاعب المنتخب الكونغولي مش نحن قلناه. بالضبط هذا هو هذا هو، لكن وليد الركراكي ايش يقصد؟ يقصد قال الادرينالين طالعه سخانه، كنا سخان، قال جا صار جيت سخنوا علي انا ملاعبي الكل، هذا ايش حاب يباناليزيها، حاب يبسطها وليد الركراكي، وهذا اللي خلى برشا كلام يا خالد، يعني نقول لك منتخب التنزاني تعاقب بالوقت ومنتخب المغربي هنا باش نحلوا تحقيق. لهنا سياسه الكيل بالمكيالين بين المنتخبات، وهذا اللي خلى برشا كلام قاعد يطال يا خالد. وعنا مده واحنا انتقادات كبيره صايره في القاره الافريقيه للجامعه المغربيه لجنوب افريقيا، الفوزي لجع ولا باتريس موتسيبي على كل في وسط الكل، واللي يهمنا هو منتخبنا ناخذوا حقنا، اعطيونا حقنا، كل شيء لازم يكون منظم. وكما قلت انت يزني من الصوره المشوهه اللي قاعده تخرج تويكا سوى اللي صار بين المغرب والار جي سي، والا اللي صار توا مع الكوت ديفوار واللي صاير حاليا في شوارع ابيجون، ومواخا نخرجوا ايماج باهيه ما نزيدوش نفزوها اكثر مع تونس جنوب افريقيا وغيرهم الفرق، وبالتوفيق للنصور يا خالد. يعطيك الف صحه حمزه على كل هذه الايضاحات، وان شاء الله الصوره نتاع تونس يوم الاربعاء تخرج صوره ناصعه بانتصار يخلينا نمر الى الدور الثمن النهائي دون الدخول في منطق الحسابات. بالنتائج الحاليه كيف كان يحكي حمزه انه تونس تربح تتعدى.